آداب من آداب التخاطب والتنادي، أن ينادي بعضنا بعضا بأحب الأسماء إليه امتثالا، وكذا إدخالا للسرور على المسلمين. والذين يهمزون الناس ويلمزونهم توعدهم الله سبحانه وتعالى إذ قال: ويل لكل همزة لمزة. فالهماز واللماز الطعان والعياب الذي يطعن في الناس ويعيبهم، قد يكون ذلك بلسانه وقد يكون ذلك بحركاته التي يصطنعها للسخرية من الناس. فأرى مثلا شخصا يتكلم بطريقة معينة فيقلده على سبيل السخرية منه، أو شخصا يمشي بطريقة معينة فيقلده في مشيته على سبيل الاستهزاء به والسخرية منه. فمن آداب التخاطب كما أسلفت أن ينادي بعضنا بعضا بالاسم الذي يحبه أو بالكنية التي يحبها، أو بالاسم مرخم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. وكما كان صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هرل، لأنه يحب هذا الاسم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه قيل لحذيفة: قم يا نومان، يحب هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما كان النبي يقول لعلي وقد علاه التراب: قم أبا التراب. كان علي رضي الله عنه يحب ذلك. فالحاصل من هذا أنه من الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها في منادات الناس ودعاء الناس، نناديهم بأحب الأسماء إليهم ما لم يخالف هذا شرعا. فإذا كان يخالف الشريعة ابتعدنا عنه. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقنع اسم وأغيظه أن يتسمى الرجل بشاه شاه ملك الملوك. فلا ننادي بهذه الأسماء التي فيها مخالفات شرعية. والحمد لله على هذا الدين القيم الذي فيه يدخل السرور على الناس، لا نلتمس الأسماء المكروهة والتي يتضايق منها الناس فننادي بها الناس، لا، بل نناديهم بالاسم الطيب الذي يحبونه. وهذا مندرج تحت قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وتحت قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ومن هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل رسالة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أنزله منزلته تأليفا لقلبه كي يدخل في الإسلام. فهذا الذي ينبغي
أن نكون عليه، نكون على خلق كريم في نداءاتنا. وإذا كان للشخص منزلة أنزلناه منزلته اللائقة به من غير انحراف عن الشريعة ومن غير حيود عن الشريعة كذلك، من غير انحراف عن الشريعة ومن غير حيود عنها ومن غير إطراء زائد خارج عن حد الاعتياد. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على